في أغلبية صامتة ملت، في أغلبية لا تستطيع الكلام خوفا على وظائفها الصغيرة، في كثير لا يصلهم الإعلام، لا توجد لدينا قيادة فكرية في العراق كبيرة تقود هذه الأمة النائمة. للأسف الشديد نحن مشبوبون بالأنانية. الواحد حينما بس ليه انت مبرئ الشعب كده؟ يعني حالة الصمت دي مش ممكن تبقى سبب من أسباب حالة التراجع؟ مش الشعوب هي اللي بتحرر أوطانها؟ الكلمة دي قلتها، قلت لك نحن مشبوبين بالأنانية، مشبوبون بالأنانية. لماذا؟ طالما أنه لا يوجد ضغطا كبيرا علينا، نحن نصبر على ما لا نستطيع عليه، ولكن لا نصبر على ما نستطيع عليه. ولذلك أنا أتمنى من الشعب العراقي أن يفيق من هذه الغيبوبة، أن يترك الشك والأنانية على جهة البعض طبعا، ويخرجوا ويدافع عن أنفسهم، يدافع عن حقوقهم، عن أموالهم. كل ما جاءت انتخابات وقالوا لن ننتخب، ومن ثم ينتخبون، وهكذا دوالي. يعني أنت عندك تجربة من 2011 لغاية دلوقتي، شعوب قامت وانتفضت على حكامها. نعم. كيف ترى الثورات العربية؟ والله شوفي، هو وهل هي ثورات ربيع عربي؟ شوفي، هو الثورات التي حصلت بأمتنا العربية لا غبار عليها، ثورات السلمية، هي ثورات شعوب مضطهدة مظلومة وعت فجأة من الزمن على أنها خلاص انتهى. ولكن طبعا دائما أمريكا وإسرائيل تحاول ركوب الموجة وتركب الموجة سريعا. يوجد لديها الميديا، ويوجد لديها المال، ويوجد لديها الـ NGO اللي يشتغلون معاهم، وبالتالي منظمات المجتمع المدني عليه السلام. نعم. وتدخل الموجة من هذه، من يعرف الناس؟ الناس ملايين كانت تخرج في الشارع في 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 مصر وفي تونس، معنا الناشط الفلاني وهذا ياخذونها 24 ساعة، معنا الناشط والكذا والمسؤول والقائد والثوري. من نصبوا هذا؟ نعم. تعرفين من نصبوا؟ من قال لهم اخرجوا هذا ولا تخرجوا ذلك؟ طيب، وائل غنيم، هذا الشاب اللطيف المصري الثوري، لماذا لم يسمح له بالصعود على منصة التحرير بعد تحرير مصر من أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك؟ إرادات، نحن أسرى لإرادات، يملكون الثالث المقدس، السلطة والمال والإعلام، ولذلك نحن نصارع طواحين الهواء. صدقيني، ربيع العربي هو حتى التسمية، من أين جاءت هذه التسمية؟ تسمية غربية، نحن لا نريد تسمياتكم، لا. أنا قلت في ثورة الياسمين سموها ثورة الياسمين والربيع العربي، لا، نسميها أسماء نحن نقولها. فحينما تحدونا وسموا ثوراتنا بأسمائهم، بأسماء اصطلحوا عليها، قلت السلام عليكم يا ثورات، خلاص راحت، وشاهدنا ماذا حصل.